دارت مبادره اللي هي اقعد في دارك، ماذا بينا نتعرفوا عليها اكثر وشنو هو الهدف من هذه المبادره؟ اولا باش نقول للمشاهدين رمضان كريم، ان شاء الله ربي يرفع عنا هذا الوباء. امين يا رب. ثانيا انا شوف انا من الناس اللي نقعد بزاف في الدار الا اذا كانت مشاركات في افلام سينمائيه او دوليه، لكن هذا الحجر الصحي استثمرته كاني بمثابه اني ممثله، نوعي وننشر اكبر قدر من الامل والتفاؤل والابتسام، لانه الجانب النفسي في الحجر الصحي يلعب دور كبير. لهذا قبل ما نطلق هذه المبادره طلقت مبادره اقرا كتابا في الحجر الصحي، ولاقت استحقاق كبير في الجزائر وخارج الجزائر، خاصه خارج الجزائر. يعني في فنانين كبار راسلوني كل واحد كتاب اللي راه يقراه حتى يشجع الناس انه ونزيدوا ثقافتنا ونزيدوا نوعي ويكون هناك تلاحم، لان منصات التواصل الاجتماعي هي رابط وصل، هي جسر سريع جدا. يعني الواحد لازم يستغله بطريقه صحيحه بطريقه جيده. لهذا اطلقت مبادره اقرا كتابا في الحجر الصحي. بعدها حبيت نزيد ندير مبادره نشارك فيها فنانين جزائريين حتى نوصلوا انه هذا الحجر رغم قساوته لكن فيه اشياء جميله، هي نشر الامل نشر الابتسامه. اطلقت مبادره اقعد في البيت من اجل الجزائر.